الحقيقة هذا يمكن ثالث اجتماع معكم يا وجيه السفرة في شركتي. شركتي أنا طبعا تعرفونها كلها. نعم. قطاع خاص وتحب أنها تساعد وتنمي المجتمع. نعم. الحقيقة كما هو معروف في الشركات القطاع الخاص أنها عندها حركة اليومين وهي سعودة الوظائف. شلون نجعل كل شيء فيها وطني، وهذه طبعا كلها من خصائصنا نحن. ها، وقبل ما نبدا الحوار والمناقشه نقول بالخير يا الربع. بالخير، يسعد صباحك. اهلا، اشكركم. طبعا تعرفون نحن اعلاننا في الجرائد اليوميه اعلانات كثيره جدا، نطلب شباب مثقف واعي في مجال الحاسب الالكتروني، ولا ننسى ان نحن الان في عصر رهيب، هذا ان انسى فلا أنسى دور الشباب في تسيير هذه الشركات. من خطة الشركة أن احنا نسعى دائما لهذا الغرض ولهذا الهدف. نعم. نحن هدفنا سعودة هذه الوظائف. رائع. ولا يهمك، هذه شركتي أنا وأنا عارف لها. إن أنسى فلا أنسى دور الشباب، الشباب الواعي المثقف، هذا وين؟ إن أنسى فلا أنسى. أقول سم. إن أنسى فلا أنسى، ممكن تكون هذه شعار الشركة. إيه عزيز. إن أنسى فلا أنسى. فعلا شعار الشركة، أجربها. إن أنسى فلا أنسى. إن أنسى شالوا وراي شالوا. إن أنسى لا لا تنسى. إن أنسى لا تنسى فلا أنسى. لا لا، خش شعار، شعار ممتاز. نعم. الحين حبايبي ممكن نذكر الشروط المتعلقة بالوظائف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أيوة، أن يكون سعوديا. جميل. ثانياً أن لا يزيد عمره عن 30 عاماً. نعم. ثالثاً أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 25 سنة، أي ربع قرن. الله. في مجال الكمبيوتر والحاسب الآلي. جميل جداً. رابعاً جميل. رابعاً إن أنسى فلا تنسى. إن أنسى فلا أنسى، أن تكون لديه إقامة قابلة للتحويل، وكل الشباب على ما أعتقد عنده إقامة قابلة للتحويل. عفوا طال عمرك، المواطنين ما عندهم إقامات. إيوه ترى صحيح، متعود أنا كلها إقامات قابلة للتحويل. سعودة. معليش. أهلا وسهلا. خامسا ولا أنسى، هذا إن أنسى فلا تنسى أن يجيد الإنجليزية والبريطانية تحدثا وكتابة. ما شاء الله. وقليلا من العربية. احثير بات، لا مانع من ذلك. نعم. جميل جدا. فايش رايكم بهالشروط هذه؟ لك شروط سهلة. سهلة جدا. طبعا سهلة. ايش؟ والكل بيقدر عليها. كل بيقدر عليها، طبعا شروط جميلة وسهلة، اعتقد انه ما في احد من الاخوة الا موجود عندها هالشروط. بالذات 25 سنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الخير. اهلا. المدير فين؟ ما من عينك انا. مساك الله بالخير. اهلا وسهلا. ايه انا قريت خبر. يعني انه انتم تبغون موظف مختص في الكمبيوتر. وانا عندي المؤهلات اللي تأهلني اني اشتغل في ذا الشركة. يعني شاب جامعي ومثقف. ومثقف طبعا في مجال الحاسب الالكتروني والالي. والالي طبعا. وقريت كل الشروط المذكورة انفا. كل الشروط مذكورة انفا. انفا. عموما احنا نتعامل مع الشروط المذكورة اعلاه، وهذه تفرق. فلا شباب الله يخليكم، هذا إن أنسى فلا تنسى. لا يا حلوة، الحين أنسى، اطلع برا. حلو، اطلع برا.